اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم. سيذهب الرجل ويحكي للناس ويروي لهم القصة، فعندئذ سيعلم الناس كم أن نبي الإسلام امتثل. وهنا تتجلى عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم في المسامحة، يمسك به الأعرابي، اعطني من هذا المال ليس المال مالك ولا مال أبيك. الصحابة هم يضربوا يرجعوا فيعطيه حتى يرضى الرجل. بدأ بالدعاء، اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا ابدا. ماذا حدث؟ التسامح والمسامحة، التسامح والمسامحة. لذلك إبراز هذا الجانب في النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا. وهنا النقطة الثانية المهمة، البراءة من أدعياء الإسلام، خاصة تلك الجماعات التكفيرية التكفيرية التي بدأت بالتفكير خلاف الدين ووقعت في التكفير ثم التفجير. هذه الجماعات التي ملأت الساحة يبرزون دوما ما تقوم به لكي يقولوا لمجتمعاتهم التي دخلت اليوم في دين الله أفواجا، هذا هو الإسلام. لكي يخافوا منه، يخافوا منه ومن هذه الأشياء، ويجيش الناس ضد الدين، فتصبح كلمة إسلامي ومسلم كلمة مخيفة ومرهبة للناس. أستاذنا الكريم، هذه معاني جميلة لا نشبع منها لكن قد أدركنا الوقت، جزاك الله كل خير. على هذه الإفاضة المباركة، وأنتم أيضا مشاهدي الكرام نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهادة نقول بها في الدنيا مؤمنين، ونبعث بها يوم القيامة آمنين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسعدنا في هذه الساعة المباركة التي ألفنا.